السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعليه قواعد السلامي مرك لي موقال كلا عصوب صبحني وانا سند اللي سود وهذا وحن نوض هذا إلهي إدمه برامج آد وقالي ننا أنفع يا هدام والدين هاي برامج كان وحو سعودونا إلا بارت التري هدو الله إدمه وحونا كحل يا دور كأي كل يهين والدين تو مارتي عرورتا إي عرورتا سيد الله ربين لو ردقمو إي وحا عرورتا الله ربين لو تربيه هوية نوعي أه أيا أولاد تربيين كرتا مهوية يدو تربيين سان مسي هوية إسكا أم وحبا تربية أه أما من أن سوق هذا ميا أولاد تربيين كرتا سيدال ربا أولاد إلا تربيين موحا الربا إن الله سبحانه وتعالى أدوم الله أغلقو أو إلمو أولاد ربي قودي يقعنا أو إلهو دي أدومو أهلا قدقو مسوحا لدوني أولاد دات كالي يو وحكالي أدوم الله أغلقو قابك لنا كرب إن الأولاد دين أتربية إنه أيو برامج كان قصية ونا نأنفع يا سو نكسن هلو دا وضو لايك شرط هلو جود دالو مر والبنا أنو جود بنا ولا لها أما هو يوين كدا يركع إيمان إن إلما كرسدان ربا لنا ربو إن المعركة إلما قابك كرسنا يعني ربو وفانتين ما أنت أوكيال ووين إيشان وأوتشي دان كنتي أوكيال ليو قري وأيانتان أن ستي الحمد لله تمضحانو كوان كريستي balse markaan wato yaani si kala iswaarka dib malahan wixii caafimaad ka gala wa sameeyneysa waan qaadanaysa marka barnaamijkan insha Allah ila saddex qayb ayuu socon doona qaybta u horeeda hada noo wada insha Allah si fiican looga faa'iideysto waalidiinta looga faa'iideeyo hana loo gudbiyo si ilmahooda ugu tarbiyeystaan si qurux badan waxa hooyo laga rabo iyo hooyada la rabo nooc ay tahay in loo sheegayo insha Allah hadu ilaahay ka soo dhawaada إن إلهي سبحانه وتعالى أنسيي أولاد آد وبضن وإسوغو جرى ويلل إيا قبلو هدانا آن اندارين سنين نمعادة إي لادة هاي أما نمعادة قيمها إي كفر إسو إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوحو كباري إنو جعلي هاي إنو وحد له وفطرة بن آدم كأوليه هدا ayadoo saas ay tahay ayu ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka qaarna siiyay dadka qaarna uu ka qadiyay intii la siiyay oo nimcada ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay imtixaan ay ku jiraan intii laga qadiyayna ayaguna imtixaan ay ku jiraan wali ajli dalika waxa muhiim ah in qofka muslimka ah ee maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigay waalid in uu og yahay in ay tahay nimco نمعاداسنا أد إيغالي أطاي رونا هانتي نبي الله زكريا مركو إلهي سبحانه وتعالى أوبريي محويري رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلهي سبحانه وتعالى محو قعد صدي إن إلهي سيو أوهبيو ذرية طيبة إلهي محويري أولاد إسي أولاد نوعية طيبة وصالحة ووناكسا إنك سميع الدعاء سيدا سيكود عيسى النبي الله زكريا سيدا قال إله سبحانه وتعالى مركو تلمام يا عباد الرحمن وحيكود عيسى أيو يري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إله يو حاسس كينا إيا ذرية دينا إله يو نوهي بي إسلامر كان وحانو غا ديكتا كواكو إلقاوو سنو قرة أعين وفيرسو دعاء إي صالحين تا إيا النبي ذي كدعي دعي سنجرين ما أها إله أولاد إسي كليا ما وأي أولاد إله سبحانه وتعالى هدوكو سي إن نقمكو نقضان وبروبليم أدوين ولأجل ذلك قفك مسلم كأه أفرسو هل كأي تربية كسو بلا بنيسو ودعا إن إلهي أتكبر ذي كوا أتكو إلا قوسة دين إلهي كسيو وكوا كوا كوا إلهي سبحانه وتعالى كحرا وأضوم أضوم إلهي أه وإلهي أعبيد سن كوا وكوا كل بانيسو الدنيا آخر ولأجل ذلك قفك مسلم كأه وإنه أرنت آد أكبر رسيه
نمعضة إله سبحانه وتعالى نسييها دانا هيداد مسلمين وفتنة واختبار قفك مسلم كأيا لغو تجابين يا ولغو امتحان يا وحال لأغان يا قفك مسلم كامتحان كميو كقولي صندونا طلب مسوو كقول دري صندونا إله حوليه سبحانه وتعالى وعلموا أغادا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وحاد أغاتان حولها إله إذن سيي إي عرورة إني يهين كوا فتنة وإله سبحانه وتعالى إذن كو امتحاني وحاك لو أغاتان الله سبحانه وتعالى وحا أكتي سيالة أياك خير بضن وحا الدنيا ديال ولأجل ذلك ولا شيء ذي مسلم الدعاء قف والبو هوياء قف والبو آباء وحا أغادة امتحان بعد كجرته أولاد إلهي كسيي والغوغو امتحانية سيدو كلا قضبك كلاي أن ربينا كهر مريا مسؤوليات كوالدك إنتانا أقود بن قف والبو والدا وإنو أغادا عرورت وأمانو أمانة إلهي سبحانه وتعالى كوغو أمانة استي مالين تقيامها نوالو ويدين مسؤول عن هذه الأمانة مسؤول أريقس مسؤول محلو لجيدا وحي كإما دي من سؤال يعني ستسأل يوم القيامة أمام الله مالين تقيامها إلهي سبحانه وتعالى أتصهر استاقي دونتد والغويدين دونا عرورتا أمانة إلهي سبحانه وتعالى كوكو أمان استي أي الغويدين دونا نوم محمد صلوات ربي عليه وسلام حليه كلكم راع ومسؤول عن رعيته قف والبو إلهي سبحانه وتعالى أمانة وديبتي والرعية وديبتي والويدين ولأجل ذلك قفك مسلم كوحال روائن يهي قف أدياسا ما لن تصوح كجواب له سؤاله نسأل الله السلامة سيدو قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أورنا يا معقل بن يسار وحليه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة الضون مجرو وإله سبحانه وتعالى أمانة وديبتي أما دول لوغة ديغي رعية لوغة ديغي هدي أي إما تمالنتي إله سبحانه وتعالى أدون كان أكوذي لها إساغو أمانة دي ضيعي إلهي وحو كحرمي جنة جنة دي إلهي كحرمي وفير سوالال قف والبو مسلم وحا أدون كان أسعيني وأنو ليهي وامحي قف والبوح رجينا يا إنو جنة إلهي سبحانه وتعالى سيا صمة إذن هدي إلهي أمانة ذي أكود ديبتي أضيع ضيء أبد بنك لهين سذابة إلهي سبحانه وتعالى هرتي سمالنتي أتسود استاكتد إلهي سبحانه وتعالى كوا جهيسا ولأجل ذلك لبضى قضب أن ربينا كهر مريو مسؤولية والدك أوليه وحاوي إن أولاده أيتها النمعو ثانيا إن أولاده